مشوارنا الصباحي مستمر لنهار الثلاثة 9 كانون الثاني 2024. جمعية مزارعي ونحالي لبنان المتجدد أصدرت بيان أوضحت فيه أنه نحل الجنوب والنحالين بخطر، رفعت الصوت لوقف العشوائي للمبيدات الزراعية. هذه أزمة طارئة تضاف لأزمات كتيرة عم بيعاني منها كل الأشخاص يلي عم بيربوا النحل بالجنوب، خصوصا بالمناطق الساحلية بالنقورة مرورا بمدينة صور وضواحيها. لنحكي عن المعاناة بالإضافة لمفاعيل الحرب المستجدة على الحدود مع فلسطين المحتلة، حيث تم تدمير وحرق عدد كتير كبير من المناحل، فخسر النحالون البعض من أرزائهم. لنتعرف على جمعية مزارعي ونحالي لبنان المتجدد. بسرني استضيف الأستاذ علي شقير رئيس الجمعية. أستاذ علي يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني وقت بنقرأ عن موضوع النحل بلبنان بنرجع بنتذكر أنه في قطاع بين المنسي وبين هالقد مهم لازم نحافظ عليه. قبل ما نحكي عن تفاصيل وواقع النحل بلبنان بهمنا نتعرف أكثر على أهداف فهيدي الجمعية وطبيعة أعمالها. أي متى تأسست؟ نحن بصراحة صارنا تقريبا شي سنة بشكل فعلي حصلنا على الترخيص. هدفنا الأساسي كان أنه نشتغل بقطاع النحل والزراعة لنقدر نطور هذا القطاع لما فيه مصلحة المجتمع، مصلحة الناس ومصلحة اللبنانيين. اثنين، هذا القطاع يحتوي على حوالي 6000 عائلة أو 6000 نحال في لبنان يعتاشون من وراء النحل، وهي العيشة اللي بدني يأمنوها هول الناس من وراء هذا القطاع إلها مستلزمات كتيرة ومنا معقدة ومنا كبيرة. نحن بالنسبة لنا أخذناها على عاتقنا نطور هذا القطاع عبر دورات تدريبية، وبصراحة عمالي نعمل دورات بكل الأراضي اللبنانية، مش بس بالجنوب. يعني نحن مش جمعية مناطقية، نحن منا جمعية مناطقية، نحن جمعية اسمها جمعية مزارعي ونحالي لبنان المتجدد. نحن منضم كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية وغيرها. صحيح. دوراتنا وصلت لزغرتا، وصلت لكسروان، وصلت للمتن باختلاف مناطق، وصلت للهرمل، للباع الغربي والأوسط وغيرها من المناطق الثانية، كمان للجنوب، وصلت للأقليم بكل المناطق. وهلأ عنا دورات قريبة، يعني بسيبة الشوف، بأول شباط، بنص شباط، عنا بدبعل بشمال صوب منطقة الضنية. يعني احنا عم ندرب بكل المناطق. الهدف الأساسي هو على الشكل التالي، انه نعود النحل يتعلم عن النحل وينسى مسألة الإعاشة من هون او المساعدة من هون او الهدية من هون. هذه اللي زرعت بأفكارنا من دون ما نحن ننتبه، صرنا خلص معودين على مساعدات جانبية بعيدة عن السكة المضبوطة. يعني صحيح، لانه عم نعوده على الاتكالية. واحد اثنين، هو مش بحاجة لها، هو مش بحاجة لها، بحال اشتغل صح، اهتموا فينا نحن كقطاع، ديرونا نحن كقطاع، طبقوا القوانين اللي تطبق على القطاع الزراعي. أنا بتقدير نحن بنمشي بشكل صحيح. أخذنا على عاتقنا هذا الأمر وبلشنا فيه. هلأ عم نعاني يمكن شوي، عم نتعب شوي، عم ندفع شوي من جيبنا، ولكن نحن مبسوطين بهذا العمل، وإن شاء الله الله يقدرنا لنقدر نحقق يلي بنقدر نوصل. طبعا في تحديات، في صعوبات، وخصوصي بظل واقع صعب وظروف صعبة عم بيمرق فيها البلد. إذا بدنا نحكي عن النحل بشكل خاص، كتير من الضيع أو المناطق اللبنانية كمان مهتمة بزراعة النحل، بالإضافة ليمكن المكان الأكثر تواجد فيه هو الجنوب. يعني احنا حكينا عن منطقة الجنوب لأنه هلأ عم تتعرض لمواد سامة عم بتأدي لأضرار كتير كبيرة، بالإضافة للأضرار يلي أوريدي هني عم بيعانوا منها. خليني بس صحح لك معلومة صغيرة. أول شيء، تربية النحل منتشرة بكل لبنان، منتشرة بكل وبكثرة. صحيح. هلأ الجنوب يتميز عن غيره بأنه هو تقريبا منطقة ساحلية، دايما المناطق العالية بالجبال بأيام الشتاء بأيام التلج بدها تنزل نحل على الجنوب، لذلك بصير أعداد النحل هائلة على القطاع الساحلي. وهذه المناطق يلي هي عبارة عن مزروعات، عبارة عن حمضيات وغيرها من الشغلات التانية. هلأ نحن عنا أزمة مستفحلة قديمة جديدة. سابقا أنه كان عنا مسألة الرش، رش المبيدات.
صح يلي عمالة بتصير دون حاسيب أو رقيب، تهريب أدوية من برا ممنوعة عالميا، بتنزل عبلادنا بتنرش أو خلصة مدتها من شغل أو خلصة مدتها بدك إيه شو ما بدك. نحن عندنا مقبرة هون فبيرشوهم ساعة البدن وبالوقت اللي بدهم إياه. المزارع بفيق الصباح بيحمل حاله بينزل بيرش، أنت حاطة مثلا 100 أفير 300 أفير شوي بتلاقيهم ماتوا أو والله مات ربع أو كذا. فهي واحدة من الشغلات. ولكن الأزمة الأكثر واللي يعني طرأت علينا نحن هذا العام هي أزمة كتير كبيرة، إنه أبيدت المناحل من جراء الرش. ليش أبيدت ووصل هلأ لحد اليوم؟ رح نوصل لل 1200-1500 يعني آخر إحصاءات بتبين إنه حوالي 950 أخير 950 محل شوي. اليوم مثلا حدا صور قال عنا نحل مباد، قبل منا بيوم كمان عنا نحل راح. عم أقول هول أقول نحن رح نوصل لمرحلة إنه في إبادة لهذا القطاع بهالمناطق. هذا شيء حزين طيب. جدا. هاي شو مشكلتها؟ عملنا نحن سلسلة لقاءات، يعني رحنا عملنا لقاء مع تجمع مزارعي الجنوب، رئيس تجمع مزارعي الجنوب، وكنا نحن وكانت نقابة مربي النحل بالجنوب. باللقاء معه كان عم يحكي عن مشكلة إنه كانوا المزارعين يرشوا الحشرة أو الدود اللي بتضرب الزراعة يلي بشكل دائم هني معتدين عليها شوي، أخذت مناعة على هذا الدواء يلي هو مثلا نفترض 3 دوز أو 4 دوز أو 2، اضطروا يزيدوا الدوز مرتين. طيب لما نزيد الدوز مرتين الدواء اللي كان يقتل خلال 24 ساعة يوقف، هلا بيضل 3-4 أيام يقتل، يعني النحل شو عم يموت بالمرة. عم بيموت. طيب هاي المسألة عندنا مشكلة فيها. كيف؟ نحن عم نقول لازم تتنظم المسائل، لازم تتنظم هاي المسائل لنقدر نوصل نكفي. لأنه قطاع ما فينا نجرب فيه، يعني ما فينا نجرب إذا اليوم مقضينا على حشرة أو على دودة معينة بيمشي الحال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل عنا نحل بهيدا الوقت كمان عم بيموت بطريقنا، يعني نحن وعم نجرب، فمنه قطاع للتجربة. نحن بالأساس لازم أول شيء يكون عندنا ثقافة بتقول أنه النحل قطاع بحاجة لإله، والمزارع نحن بحاجة لإله. نحن ما عم نقول للمزارع ما ترش رزقه بده اياه، ونحن عم نقول نحن منفيله للمزارع. نحن اي منطقه بنحط فيها نحن زياده الانتاج تتجاوز 30% عند المزارعين، يعني نحن منفيلهم. بدول برا بيدفعوا مصاري ليجيبوا نحن. اللي بدنا اياه تنظيم مساله رش المبيدات، تنظيم رش المبيدات على قاعده بتقول مثل ما حكينا مع رئيس تجمع المزارعين انه يا اخي قبل ما ترش بلغ هالنحالين لحتى اللي يقدروا او يسكروا على نحلهم او يشيلوا نحلهم او يتفادوا هذه الضربه اللي ممكن احنا ناكلها. يعني يعطون خبر على يعطون خبر على الاقل. هيدا ابسط الحلول، يعني احنا مبلشين بابسط الحلول انه بس اعطوه خبر. صح. كمان اللي اكثر من هيك وهي انه مساله تطبيق القوانين. يعني مثلا نحن عتبنا الاساسي على وزاره الزراعه او على نقابه نحالي لبنان هو التالي، انه اول شيء نقابه لبنان نسمع فيها ما عم تفيدنا، ما عم تتعاطى معنا، ما عم تهتم بالنحالين. طيب عم يمرق معنا استاذ علي صور على الشاشة. ايه هيدي الصور نحن طيب الشغله الثانيه اللي اكثر انه وزاره الزراعه عتبنا عليها انه يا خيي بس تحاول تطبق القوانين، في مجموعه قوانين موجوده تنرفع على البلديات، تلاحق الادويه، تلاحق الادويه اللي عماله بتنرش بالسوق، تحاول مثلا تتصل بالمزارعين، تحاول تحاسب اللي بيرش ادويه ممنوعه من برا لحتى نقدر نحن كقطاع نستمر. والا عندنا 6000 عائله بلبنان بيشتغلوا بقطاع النحل، قطاع النحل رح ينباد. ليه؟ لانه عندك الموت اللي عم بيصير نتيجه التسمم حالي، عندك المنافسه اللي عماله بتصير نتيجه العسل بتيجي من برا بارخص الاسعار، عندك العسل المغشوش اللي عم يتصنع وين هون بالبلد. طيب عندك العسل اللي بتيجي كمتمم غذائي شوي بتصير عسل اصلي وبتنبيع بالسوق. طيب هو كله نحن عم ينافسونا وبيبيعوا بارخص الاسعار، بيطلع النحال هو كبش محرق. عقاري بتقول انه انت بدك تدبر راسك. طيب كيف بدنا ندبر حالنا نحن كنحالين بالفتره الحاليه؟ يعني أمننا حالنا، جبنا تمويل، عم نقدر نقاوم كل الظروف، بس المتابعة والمراقبة لابد أن تكون تحت إشراف الدولة أو وزارة الزراعة اللي هي مخصصة لهيدا القطاع. من حيث المبدأ النحالين هن ناس عاديين، وإن كان عندنا جمعية أو كان في نقابة أو كان في، ولكن من يطبق القانون هو الدولة. يعني أنا ما فيني أطلع للمزارع أقول له ممنوع ترش الدواء ولا التكليات اللي بتطلع. في قانون مفروض انه الدولة تقول هول الادوية ممنوعين
وهي الطريقة بده يرش فيها وهي الأوقات اللي بده يترش فيها. وأي مخالفة في هيدا فيها المحاسبة. الشغل الثاني واللي أكتر، ما نحن هلأ بحرب، نحن عنا عدوان على الجنوب عمالي بيستعمل فيه قذائف فوسفورية، وهي القذائف العمالي اللي عم تنزل على بلادنا إلى مخاطر لبعدين. أول شيء النحل، هلأ اللي بيبقى من النحل بمناطق الشريط اللي فيه معارك بيرجع يموت، لأنه كل النحل اللي بيفوت عليه الفوسفور بده يموت. العسل اللي فيه للكب، طب هي خسائر فاتحة مش عارفين كمان نتعامل نحن وياه. الأحراش اللي عم تحترق واللي نحن كنا بنعتمد شوية كمان عليها، هي الأساس، أكتر هي الدعم الأساس. والأكتر من هيك هلأ قطع الجائر في عنا نحن، قطع السنديان اللي صاروا 400-500 سنة عمره، الواحد 200-300 سنة عمره السنديان، تلاقوا عم يقطعوه من العرق، بشيلوا الزعتر، بشيلوا القصعين. انه في عنا فوضى غير مسبوقة، وهي الفوضى بالإضافة للرش المبيدات العشوائي. يعني هلأ شفنا يعني أكثر من سبب موجودين، حلهم بسيط، هي بس مراقبة بسيطة ومحاسبة للوقف من هيدي الهمجية بالتعاطي مع قطاع النحل. اللي عم تحكي مزبوط. إذن هون نحن مشكلتنا مش كبيرة، بس شو مش صغيرة. يعني نحن مثلا بحاجة للوزارة تطبق القوانين وتساعدنا. اثنين، ينحكى مع البلديات، لأنه البلديات كل سنة بترش. نحن بنقول لهم لتعالوا البلديات يا عمي، أو رشوا قبل ما يزهر العشب، أو تركوا ليصير في زهر وبعدين يخلص برشوا، أو قصوه. هني بيصيروا مستعجلين، هني بس يزهر ببلش الرش. هي واحدة من الشغلات بحاجة لقانون، بحاجة لملاحقة. نحن ما بنقدر نلاحق، من بلحها الوزارة. صحيح، وبدها ثقافة كمان معينة، انه بهيدي المنطقة اللي موجود فيها أفير النحل ما بيصير ينرش بهيدا الوقت، اما بغير مناطق البلدية ترش يعني وقت يزهر. يعني لك المنطق بيقول بالاخر انه صار لازم صار فيه تنظيم لمسألة النحل وعلاقته مع البلديات. وين رفعتوا الصوت؟ نحن رحنا على تجمع المزارعين يعني وعدنا نحن قاعدة منيحة. بالسابع عملنا اعتصام على هذه المسألة وحكينا فيه، عملنا قاعدة نحن ونقابة، يعني نحن ونقابة مربي الجنوب، النحل بالجنوب كذا مرة. بأحد القعدات كنا عم نحكي كيف بدنا نشتغل، وهلأ عم نحاول نعمل لقاء مع وزير الزراعة، يمكن كان غايب عن البلد قبل فترة، مش عارف إذا إجا أو لا، في لقاء معه بهذا الخصوص، وراح نحاول قدر المستطاع طبعا نطالب بهالمسائل إنه تطبيق هالقوانين، محاولة مساعدتنا شوي لنقدر نتخطى هالأزمة اللي نحن فيها، لنقدر إذا بدنا نحن ننافس كل شو بيقولوا كل العسال المغشوشة والرخيصة والغيرة، لنقدر نستمر، بدنا حدا يوقف على جنبنا، حدا يوقف على جنبنا نقدر شو نكفي. المسألة بسيط، تطبيق القوانين المختصة بقطاع الزراعة، ملاحقتها بشكل جدي، عدم قطع الأشجار بشكل جائر، المزارعين يرشوا الأدوية اللي لازم يرشوها واللي يعني ما بتأثر كتير على النحل، تبليغ النحالين بشكل دائم قبل ما يرشوا هذه الأدوية لنقدر نحن نتصرف، لنقدر نحن نتحرك، لنقدر نشيل النحل على الأقل، أو لنقدر نسكره وغيرها من الشغلة التانية. هاي الأمور أنا بتقدير منا معقد كتير وما عم تتطلب مبالغ مالية. يعني أنا مش عم بيجي بقول لأي جهة بدنا مصاري، نحن بدناش مصاري، نحن بدنا تنظيم هذا القطاع، تنظيم أمورنا، تطبيق القوانين اللي بتختص بقطاع الزراعة بقطاع النحل، وبالتالي نوصل للنتيجة اللي احنا يعني بدنا. التقل الكبير ريحتون منه الهم المصاري لما يكون الجواب هلأ ما في موازنة أو منا مخصصين لكم مبالغ يعني للدعم. فمثل ما بلشت حديثك، نحن ما بدنا مصاري من حدا، ما بدنا الكرتونة يلي عودتون عليها وعودتوا المزارعين عليها، بده يكون في ثقافة سائدة هي بتنظم فكريا وعلى الأرض يعني طريقة الزرع، المواسم، وطريقة المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية اللي نحن يلي نحن موجودة عندنا. استاذ علي، حسب ما يقال انه قبل جائحة كورونا كان في وعود بفتح الأسواق الأوروبية أمام العسل اللبناني، وين صرنا بهذا الموضوع؟ كنت عم تقول لي لا، حتى يكون كمان منصفين بالمسألة، نكون منصفين إنه بآخر فترة قالوا إنه انفتحت الأسواق الأوروبية وصار في إمكانية للتصدير للخارج، ولكن نحن نحكيها بصراحة، نقال إنه تصدر لبرا، نقال إنه تصدر لبرا شوية عسل. هلأ كيف تصدرت؟ مين اللي صدر؟ على الأقل نحن بمناطق جنوب أو بالنحالين بشكل عام، إذا بتسألين بالمناطق الثانية ما حدا قال لهم. يعني مثلا نحن
كجمعية في عنا ناس بالمتن وعم يشتغلوا هون وغيره قبل بعض الغربة أو مثلا بجنوب أو إذا بدك بالإقليم تسألين نحن ما معناش خبر أو ما تصدر معنا أو ما حداش طلب منا شيء. برجع بقول لهي المسألة لو انفتحت أسواق العالم كلها مش بس الاتحاد الأوروبي لو انفتحت أسواق العالم كلها إذا ما كان في نقابة بتطال كل النحالين وكان في وزارة بتطال كل النحالين وبتتعامل مع الكل سواسية وبتتصل مع الكل لحتى اللي تقدر تاخذ منهم كمية بمعنى والله نحن بدنا ناخذ لنفترض 100 طن بيقولوا نحن بدنا ناخذ 100 طن هي المنطقة 10 هي المنطقة 5 هي المنطقة 5 يعني تتوزع مناصفة بين المناطق بيتصلوا فيهم ويجيبوا هي المسائل بعدها لحد هلا نحن عقلية الأقوى هو وعقلية شو بيقولوا المنفعة عم تقتصر على أشخاص معينين بصراحة نحن ما بنعرفهم صحيح. أنا أستاذ علي يعني بصرخة يعني من وجع من محبتك لهيدا القطاع بدي أختم لقائنا بدي أتشكرك على حضورك على أمل أنه دايما يكون في أمل أنه هيدا القطاع نحافظ عليه إن كان من خلال الجمعيات أو المجهود الشخصي وطبعا بدنا متابعة ورقابة من الدولة إن شاء الله الصوت والصرخة بتوصل. نحن كمان نتشكركم كتير على هذا اللقاء لأنه بصراحة نحن بحاجة لحدا يرفع لنا صوتنا لحدا وصلنا صوتنا لبرا لأنه نحن عم نعاني من هالمسألة كتير كل اعتمادنا هو على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. بالفترة الحالية أهلا قطاع النحل مش سهل قطاع النحل بيعمل لك شو بقوله يعني هي بدي مرق لك يا يمكن ما مرقناش بالأول قطاع النحل على الأرض تبه بيعمل معامل خياطة بيعمل معامل نجارة بيعمل معامل للحديد بيعمل معامل للتنك بيحرك بيعمل العجل الإزاز. الاقتصادي بعدة أصعيد بيعمل عجل صحيح. اقتصادية على الأرض صحيح. مش بس للنحالين ولكن للأسف ما حدا بيهتم فيه ان شاء الله بتكون الصوت وصل ونحن بدنا نتابع دائما هيدا الملف وبدنا نطلع على الجنوب نصور ونشوف شو عم بيصير فوق على الارض. رئيس جمعيه مزارعي ونحالي لبنان المتجدد استاذ علي شقير يعطيك الف عافيه. مشاهدينا احلى صباح مستمر انما بعد الفاصل.